القضيه ديال مع المقاطعه ولا ماشي مع المقاطعه، حنا انا احترم راي الشعب ومع الشعب، انا مع الشعب اللي امرني به كنديرو. شي الشعب غدا يقول لي قطع الماكله والشراب والنعاس، غادي نقطع الماكله والشراب والنعاس، لان الشعب رايه يحترم ورأيه وقراره يحترم، لأن الشعب ما تيدير واحد الحاجة حتى كيكون مقتنع بها، وأنا معاه يعني ما يمكنش نخالف اللي قالها الشعب، أنا معاه حتى ولو كان في بعض الأحيان كاع غلط، أنا نكون معاه ومن بعد نشوفوا إيش هو اللي صالح. فاللي خصنا نفهمه من خلال هاد الشيء اللي واقع وهذا، وبزاف الناس كيحاولوا يتهربوا من السؤال وما تيبغوش يجاوبوا هذا، فخصنا نعرفوا أن راه كاينه أسباب. هاد المسؤولين خصهم يردوا البال ويراجعوا نفوسهم ويقولوا علاش هاد الشيء واقع. فعمر المغربي ما كيدير شي حاجه، المغربي صبار، المغربي ما كاينش شي واحد كيصبر بحال المغربي. المغربي كتلقاي عنده ما عندوش باش يقري ولادو، ما عندوش باش يوكلهم، ما عندوش باش، وتتلقاه كيضارب ويصاب، وغدا الا قلتي له كاين شي مشكل تلقاه هو الاول هالسلاح واقف في الحدادة، لانه تيبغي بلادو، تيبغي وطنو، تيبغي ملكو. الان حنا تنعيشوا ايام صعبه جدا، رمضان جاي، انا كنعرف ناس ما عندوش فلوس باش يقابل رمضان. هاد الناس واش ما كينزلوش للشارع؟ ينزلوا للشارع، يمشيو للجبال، يمشيو يشوفوا الناس اللي ما لاقينش ما يشربوا، ما لاقينش ما ياكلوا. وحنا الان في الوقت اللي فيه غزو الفضاء والصعود الى المريخ، باقيين عندنا ناس ساكنين في اكواخ، هذا لا يقبل. واش في قلب الدار البيضاء مدينه الاقتصاد، طلعي للمكانسه، طلعي لجيت لساسفه، غادي تلقاي الناس عايشين في العشوائي، عايشين في البرارك. راه المغربي يستحق ان يكون له بيت لائق به، ويكون عنده مدرسه فين يقري ولاده، ويكون عنده الدواء في السبيطار، ويكون هذا اقل ما يمكن، ويكون عنده مدرسه فين يقري، يعني الدري لمشى يقرا وخصو يقرا فابور. حنا تم التلفزه كنخلصوها، راه حرام باش نشوفوا. انا سدوا هذيك التلفزيون وهذوك الفلوس يعطوهم للشعب يقريو بهم ولادهم ويكونوا بهم. حنا نتفرجوا كاع انا في الخارج، لان ما كنشوفوا والو، اللهم نشوفوا بعد اعمال خارجيه. الترك مشوا حنا الاذاعه التركيه ونتفرجوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.